إذاعة سلطنة عمان. الشعر يروي بدقة ووضوح أشياء غامضة. أصوات من هنا، أصوات من هناك. مختارات من الشعر العالمي برنامج يومي يكتبه أحمد شافعي. ولد نوفيكا تاديتش سنة 1949 في بلغراد التي لا يزال يعيش فيها إلى اليوم. أصدر العديد من الكتب التي احتل بها مكانة مرموقة في الوسط الشعري الصربي، ومن بينها أشياء للسخرية والمسخ وأشياء مقبضة. وحصل عن هذه الأعمال بحسب ما تورد مجلة غورنيكا في تعريفها به على كل جائزة أدبية صربية ذات شأن. فيما يلي قصيدة له ترجمها من الصربية إلى الإنجليزية الشاعر الأمريكي تشارلز سيميك. كيس له ساقان يوقفني في الشارع ويسألني، يسألني عما أحمله في أكياس تحت ذراعي، حملا حملا حملا. لا شيء لا شيء لا شيء. عندليب ميت، دجاجة ميتة. عندما يقول شاعر في قصيدة إنه كلما يفتح معجمه يجد يدا تمتد منه فتصافحه وتأخذه من يده إلى الكلمة التي يبحث عنها بالضبط، أو ربما الكلمة التي ينبغي أن يبحث عنها، أو ربما الكلمة التي يكتشف بمجرد أن يصل إليها أنها التي كانت يبحث عنها طول عمره، فلنا أن نتخيل ما هذه اليد، وهل هي يد القاموس أم هي يد اللغة كلها؟ أم هي يد من غير هذا العالم تمتد لشاعر منا لتقوده في هذا التيه؟ ولكنه، أعني ذلك الشاعر الوهمي الذي نؤلفه الآن، قد يقول إنه كلما يفتح القاموس يجد يدا خماسية الأصابع تمتد إليه. ها هنا يقول الشاعر شيئا آخر، يقول إن في المعجم بشرية، فنحن جميعا نعرف أن الأيدي خماسية الأصابع هي أيدينا نحن معشر البشر. طبعا قد تشترك معنا مخلوقات أخرى في عدد هذه الأصابع، ولكننا سنفهم الإشارة، سنفهم لماذا حرص الشاعر أن يذكر لنا عدد الأصابع. يريد أن يقول إنها يد بشرية، وإن أيدينا بالمثل قادرة أن تسوقنا إلى حيث الكلمات التي نحتاج إليها. وهنا لماذا يكون الكيس ذا قدمين؟ لماذا هذه المسحة البشرية؟ لقد كان بوسع ترجمة أخرى لهذه القصيدة أن تصف الكيس بأنه ثنائي سيقان، لولا أنها صيغة ظاهرها العلم وباطنها الركاكة في واقع الحال. فلو أن في الإنجليزية مثنى لما لجأ المترجم إلى هذه الصيغة، ولكن ربما كانت صيغة ثنائي السيقان لتكون أيضا أقرب إلى روح القصيدة، فهي بطريقة ما تشير إلى طبيعة الكيس الشيئية، في حين تشير صيغتنا نحن إلى طبيعته البشرية. والآن هل يريد الشاعر أن يقول إن كيسا بشريا أوقف أحدهم في الطريق
وسأله عما يحمله في أكياسه حملا حملا حملا، هل يريد أن يقول إن من الممكن اختزال البشر دون ما ظلم لهم في مشترياتهم التي يرجعون محملين بها من الأسواق، أم هو يريد الغرابة ويقرئنا قصيدة فيها كيس فعلي يوقف إنسانا ليطرح عليه سؤالا هو ربما اعتراض منه على ما يرهق به الإنسان أخا له في الكيسية؟ تحتمل القصيدة على قصارها كل هذا، تحتمل أن يكون الشاعر قد نظر حوله فلم يرى إلا أكياسا تقابل أكياسا في الشوارع، أكياسا تتصافح وتتحادث على عجالة وتفترق لتتلاقى بأكياس أخرى في بيوت ليس فيها إلا أكياس أمام الشاشات وعلى الأرائك والأسرة. وتحتمل أن يكون كيس فعلي هو الذي أراد أن يوقف واحدا منا ليسأله عن الداعي، ليس فقط إلى أن يرهق الأكياس كل هذا الإرهاق، بل وعن الداعي إلى وجود الأكياس نفسه ربما. في نهاية كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم يحصل سعداء الحظ منا على رواتب وأجور وربما مكافآت إن كنا من المرضي عنهم ولا الضالين. في نهاية كل شهر نحصل على هذه الأوراق الملونة الجميلة، لكن أحدا لا يقول لنا بوضوح لقاء ماذا حصلنا عليها بالضبط، فنحن نفهم أو يحلو لنا أن نفهم أنها ثمن عمل قدمناه، عمل هناك من هم بحاجة إليه لدرجة أن يدفعوا فيه مالا، وهذا صحيح. وصحيح أيضا أنه ثمن الشهر الماضي، ثمن 30 يوما، ثمن مئات الساعات. ابتكرنا نحن البشر هذه الطريقة لتحويل الزمن إلى نقود، والنقود من بعد إلى أكياس. وتريدون أن تعرفوا ما الذي في هذه الأكياس؟ عندليب ميت، دجاجة ميتة. طبعا بعضنا يرجع إلى البيت بأكياس فيها مثلا أسطوانات، فيها كتب، فيها لوحات، فيها هواتف ذكية وكمبيوترات، وهي مهما تباينت أشياء يمكن أن ترد إلى نقود، ولكنها لا يمكن أن ترد إلى زمن، إلى حياة تبقى محجوبة عنا بقدر ما نضع بيننا وبينها من جثث صالحة للاستخدام. عشنا في هذه الحلقة مع قصيدة حوار للشاعر الصربي نوفيكا تاديتش. أصوات من هنا. غدا قصيدة جديدة من الشاعر العالمي أحمد شافعي، سليمان بن علي المعمري، وحمد بن سعيد الحبسي.